عندما تعاقب طفلك بضربة قوية على يده وأنت تبتسم فإنه لن يشعر بالألم، وإن عاقبته بضربة خفيفة على يده وأنت عابس فإنه حتماً سيشعر بالألم. لكن ماذا لو تحول العقاب إلى وحشية؟ أنا ولد عمري 12 سنة، أبوي وأمي بتباهوا بضربي قدام الجيران وقدام قرايبنا تحت مسمى التربية الصحيحة. في يوم من الأيام وأبوي عم بيضربني كسر لي إيدي، ودايماً بسأل حالي معقول أنا ابنهم؟ يا ترى كل الأهالي بضربوا أولادهم هيك؟ أنا بخاف ألعب مع أولاد الجيران لأنه أمي بتسب علي وبتهني قدامهم. كل الأولاد بيحبوا أهاليهم لأنهم كويسين معهم، بس أنا مو قادر أحس إني بحب أهلي. هنيئاً لنا، العالم تغير للأسوأ طبعاً. هكذا يصبح الأطفال مشاريع ضحايا، وتصبح الوحشية تخيم على المكان.